بسم الله. لو انت عايز تعمل بلوك ويكون فيها رقم او فيها كلمة ويبقى البلوك واخدها كذا مرة كوبي، وفي نفس الوقت الكلمة دي تقدر تغيرها كل شوية، تمام؟ ده اللي احنا هنعمله دلوقتي. خلينا نرسم مثلا ريكتانجل، ريكتانجل عايز اكتب هنا تكست. طبعا لما بتكتب تكست بيبقى ثابت، يعني لما تحطها في قلب البلوكة ما بتعدلش بعد كده، تمام؟ لا انا مش عايز بقى اكتب تكست، انا هعمل حاجه اسمها اتريبيوت، تمام؟ هاجي اقول له اتريبيوت اي تي تي، اقول له سميها مثلا اكس، اكس الديفولت بتاعها لو انت مش كاتب حاجه اكس واحد، عايز المحادثه ناحيه اليمين ولا الشمال ولا سنتر ولا توب ليفت زي ما انت عايز. التكست ستايل تقدر تعدل من هنا التكست ستايل زي ما انت عايزه. الانوتيشن تكست هاي هيبقى قد ايه، تمام؟ وهنا تختار بقى اذا كان انفيزابل ولا كونسترانت ولا مالتيبل لاينز. هقول له اوكي وراح احط مثلا الاكس هيت هحطه هنا. طيب خلينا نعمل بقى بلوكه، بلوك هسميه مثلا كيو واقول له خلي النقطة بتاعتك هيت، العناصر الاوبجكت هي ديت، تمام؟ واقول له اوكي، تمام. اداني ده بلوك نيم، بيقول لي ده مخصوص الاتريبيوت. لما تعمل بلوك من غير الاتريبيوت ما بتظهركش الرسالة ديت. ممكن تكون انت عامل كذا اتريبيوت، ممكن تعمل كذا اتريبيوت وهو يبدأ يحطهم ورا بعض، فبقول له اوكي. ده هنا بقى هقول له مثلا خد ده كده كوبي سي او، اجي هنا ادوس على ده مرتين يطلع لي ديت، اقول له خلي ده اكس اتنين، تمام؟ خلي ده اكس تلاتة، اكس تلاتة، تمام. دي طريقة سهلة بحيث ممكن تعمل مثلا اسامي الغرف او ارقام الغرف بنفس الطريقة ديت. تقدر اي حاجة يبقى فيها تكست بيتعدل، مش لازم تعمل بلوكة تانية وتالتة ورابعة او بتكتب تكست جنب البلوكه، لا هي الاتريبيوت جوه البلوكه، وتقدر تعدله تدوس مرتين وتدخل هنا في الايديت تعدل زي ما انت عايز. ولو عدلته وما ظهرش معاك، يعني مثلا كود مهنج بتقول له اتريبيوت سينكرونايزيشن، يبدا ايه يعمل، يقول سيلكت، راح محدد البلوكه اللي هي ما تعملهاش ابديت ويروح هو معدلها لو هي لاي سبب مهنج معاك ما ظهرش.